أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية، ولكن بعد أهم العناوين. نطالع في موقع الهيئة نت، هيئة علماء المسلمين تشارك في وقفة شعبية باسطنبول للتضامن مع أهالي الغوطة الشرقية. وفي المدى نقرأ تحت عنوان ذي قار ترفض خصخصة الكهرباء ومواطنون قوائم الأجور تفوق رواتبنا. ونتصفح في كتابات 600 مليون هي مساعدات كندية لاستقرار العراق. أما في الجزيرة نت نشر تحت عنوان الاحتلال يعتقل منفذ عملية الدعس بجنين والفصائل تباركها. نقرأ في العربي الجديد ارتفاع عدد القتلى في الغوطة الشرقية إلى 79 مدنيا. ونطالع في القدس العربي مقتل جنديين إسرائيليين في حادث دهس بسيارة في الضفة الغربية. ونطالع أخيرا وليس آخرا في الحياة، بريطانيا وفرنسا وألمانيا تقترح عقوبات جديدة على إيران. أهلا بكم. حاملوا راية الضاري ثابتون على العهد، بهذا العنوان استهل الكاتب أحمد صبري مقالته في صحيفة الوطن العمانية، مضيفا أن المبادئ والقيم الوطنية التي ضحى من أجلها الضاري وأفنى عمره من أجل تحقيقها تحولت إلى برنامج عمل وخريطة طريق لخلفه الشيخ مثنى الضاري وإخوته في قيادة الهيئة الذين حملوا الراية من بعده ويسيرون على نهجه، ما يدعونا للاطمئنان على أنهم على الدرب سائرين. 3 سنوات مرت على رحيل الشيخ حارث الضاري الأمين العام لهيئة علماء المسلمين، رغم صعوبتها إلا أنها كانت امتحانا لرافعي رايته من بعده الذين حملوا الأمانة وحافظوا على العهد بثباتهم على الموقف الوطني. ومسيرة الراحل الكبير التي نستحضرها بعد غيابه لم تتغير منذ الاحتلال وحتى رحيله، وظل صامدا ومتمسكا بالمشروع الوطني العابر للطائفة والعرق. لقد تعرفت على الراحل حارث الضاري مذ كان يتخذ من جامع أم القرى ببغداد مقرا لنشاطه، وأجريت معه عدة لقاءات صحفية نشرت في كبريات الصحف العربية وحتى في غربته خارج العراق. وعند كل لقاء أكتشف أن الرجل متمسك بثبات على مواقفه لم تهزه الريح، وبقي صامداً ومحتسباً. وما عزز من مكانة الراحل وتأثيره في مجريات الأحداث في العراق اضطرار السفير الأمريكي في العراق حينذاك نيغرو بونتي إلى زيارته في مقره بجامع أم القرى في محاولة لاستمالته لتخفيف مواقفه الداعية لمقاومة الاحتلال لتهدئة الأوضاع ووقف سعير الرفض الشعبي لوجوده. والفقيد حارث الضاري سليل عائلة وطنية قدمت للعراق وقضيته العادلة أغلى التضحيات تجسيدا لدورها في مسيرة العمل الوطني. إن المبادئ والقيم الوطنية التي ضحى من أجلها الضاري وأفنى عمره من أجل تحقيقها تحولت إلى برنامج عمل وخريطة طريق لخلفه الشيخ مثنى الضاري وإخوته في قيادات الهيئة الذين حملوا الراية من بعده ويسيرون على نهجه، ما يدعونا للاطمئنان على أنهم على الدرب سائرون. ويضيف الكاتب لقد شهدت السنوات 3 بعد رحيل الضاري نشاطا متميزا في مسار هيئة علماء المسلمين في شتى الميادين من خلال تكريس مبدأ القيادة الجماعية وتجسيدها إلى واقع معاش في فعالياتها السياسية والفكرية، وأيضا في تعزيز دورها وحضورها في الساحة والحفاظ على موقفها ووحدتها بالتعاطي مع أزمات العراق ورؤيتها لحلها. وبقدر ما كانت الخسارة موجعة بفقد رمز كبير من رموز الحركة الوطنية العراقية، لأنها كانت بذات الوقت حافزا
للقوى الوطنية لتوحيد صفوفها عبر مشروع وطني جامع يستند إلى خريطة طريق تفضي إلى إخراج العراق من محنته ليعود موحدا وعابرا للمشروع الطائفي. جريمة قتل عائلة مسكونية المسيحية لم تكن الأولى من نوعها، وكل المؤشرات تقول أنها لن تكون الأخيرة، إلا أنها أثارت إلى نحو مختلف هذه المرة إشكالية التعايش في العراق، ولا سيما بعد القضاء على تنظيم داعش، أن العراقيين جميعا يشكون ضعف القانون وهم جميعا ضحايا لذلك. لكن المشكلة بالنسبة إلى المكون المسيحي أو عموم أبناء الأقليات أنه حتى ما يبدو جريمة عادية جنائية قد يكون لها غطاء سياسي على الأقل، بمعنى أن جريمة القتل التي وقعت ضد الطبيب المسيحي وعائلته قد يكون دافعها المباشر جنائيا، غير أن لها أبعاد سياسية لأنها تدفع باقي المسيحيين الخائفين الذين يفتقرون إلى قانون يحميهم إلى الهجرة وترك بيوتهم وأملاكهم، بحسب تقرير للكاتب حمزة مصطفى في صحيفة الشرق الأوسط. منظر الكنيسة شبه الفارغة كان أكثر إثارة للحزن بالنسبة إلى مرتديها من المسيحيين، مع أن المناسبة كانت قداساً أقيم على روح عائلة الدكتور هشام مسكوني، وهو واحد من أبرز من بقي في العراق من أطبائه المسيحيين المعروفين، ذلك أنه خلال السنوات الماضية غادر معظم إن لم يكن جميع أفراد نخبة الأطباء العراقيين الذين تعددت مستويات استهدافهم وأسبابه وتفاصيله، بدءا من الاستهداف على الهوية العرقية أو الطائفية، وانتهاء بغرض الابتزاز المالي أو الفصل العشائري، بل حتى في حال توفي مريض في أثناء إجراء عملية له، فعندها دائما يكون الطبيب هو المسؤول. كثيرون يرون أن هذه الحوادث، سواء تلك التي تستهدف المسيحيين أم باقي العراقيين من كل المكونات والأطياف، تعود في النهاية إلى وجود خلل في الأمن، كما قال البطريرك لويس روفائيل ساكو بطريرك الكلدان في العراق والعالم في البيان الذي أصدره عقب مقتل الطبيب وعائلته. ويضيف التقرير أن استهداف المسيحيين يبدو الآن منهجياً ومنظماً بشكل سليم وجيد، في ظل صمت دولي مريب من شأن ذلك تهديد أو ربما نسف التجانس المجتمعي والثقافي داخل العراق. مع ذلك فإن العديد من الباحثين في شؤون العراق السياسية والاجتماعية يرون أن الأزمات المجتمعية التي يتعرض لها العراق بين فترة وأخرى، والتي غالبا ما تأخذ أبعادا وأشكالا مختلفة مما يسمى الإقصاء والتهميش والمظلومية، ترتبط في الغالب بدورات الحكم السياسي فيها. أصبحت من الأمور المسلم بها، بل ومن البديهيات المتجذرة في أخلاقيات العمل السياسي في الغرب، أن يترك منصبه من كان غير مخلص لعمله أو من خان ما أقسم عليه قبل تسلم المنصب، وكذلك يتنحى من فشل في تحقيق ما وعد به الناس قبل انتخابه واستلامه لهذه الوظيفة أو تلك. عندنا في العراق تبدو الصورة معكوسة تماما، فالمرشح السابق للانتخابات بل وحتى المرشح الحالي رأته العاكسة لنفسه ومن يحيط به، فهو ينظر للمحيطين والمقربين ممن يمثلون دائرته الضيقة على أن رأيهم هو الأرجح وكلامهم هو الأصوب وأفعالهم هي الأقرب إلى نفسه وعقله، بحسب الكاتب معاد الشمري في مقال بصحيفة المدى. لا يهم هنا الإجابة عن أسئلة من قبيل كنائب سابق، ماذا قدمت للمواطن خلال فترة الأربع سنوات السابقة؟ وما هي الإنجازات التي قدمتها لبلدي والتي تجعلني أفخر بها وأمتن لنفسي وأنام مرتاح الضمير؟ وهل من الأصل أصلح للترشح مرة أخرى في ضوء سخط الشارع وعدم الرضا عن أداء النواب الحاليين؟ أما كمشروع نائب جديد، هل أصلح أن أكون نائباً في البرلمان العتيد؟ وما هي مؤهلاتي لتحقيق هذا الغرض؟
هل سأكون تحصيل حاصل وتكملة عدد؟ ماذا سأضيف؟ وكيف سأخدم قطاعات واسعة من المجتمع باتت تعاني الأمرين، سوء إدارة الدولة وانتهاكات لحرية المواطن وسلب لحقوقه وسرقات تطال المال العام لا تعد ولا تحصى ووعود لا يمكن تنفيذها؟ فمن سرق يمكن أن يعود بسهولة للترشح من جديد للانتخابات دون وجود رادع يردعه أو قانون يحاسبه أو حتى ضمير يؤنبه، وحتى ذلك الذي ساهم في خراب اقتصاد البلد من خلال تزوير وتبديل العملة والمتاجرة بها عاد ليظهر بلباس جديد وبمظهر الحمل الوديع. أما أولئك الساسة ممن استولوا على أموال المهجرين وتركوهم في العراء يعانون قساوة برد الشتاء ولهيب حرارة الشمس الساطعة، فلا حياء عندهم ولا ضمير يردعهم ولا سلطة قادرة على وضع الأغلال في أعناقهم، بل عادوا من جديد بصورة بهية ناصعة البياض وبلسان رطب ليضحكوا على من أكلوا أموالهم وتركوهم لمصيرهم يعانون طيلة السنين الماضية دون أن يكون هنالك حل لمأساتهم المستمرة، وحيث يضيف الكاتب: إذ لم يكن الرادع ضمير ولا دستور دولة ولا سلطة قانون، فالنجاة بشعب واع مدرك لمخاطر عودة مثل هؤلاء وعظائم المصائب التي سيكررها الناخب بنفسه، وعندها يكون السيف قد سبق الأعذل، ولا ينفع عندها ندم النادمين ولا لوم اللائمين. يقول الكاتب حامد الجيلاني في مقال له بصحيفة العرب اللندنية: إن الطريق الإيراني إلى القدس لم يعد يتردد بين أصداء حقيقة مصادرة واحتلال المدن والانتقام والثأر منها بنفس طائفي يمثل صلب الدور الإيراني في تهديم مشتركات التعايش المهذبة لشعب العراق والمجتمع الدولي. لا يمكنه استحضار واقعة الطفو خارطة سير موكب السبايا لقراءة الأهداف السياسية للنظام الإيراني، لكن توفير ممر جغرافي من طهران إلى شواطئ البحر المتوسط ربما يحتمل عدم الشك في وصف نيات وغايات ولاية المرشد أو تقبل المزاح حول دور عقيدة الميليشية في التبعية كهامش للحرس الثوري الإيراني في المنطقة. في العراق هنالك قوميات وأديان ومذاهب وطوائف وإثنيات مختلفة ومتعددة، وكانت بينها خلافات أيضا، لكنها تحت سقف التوقعات وبما يقترب من ذات الخلافات بين القومية الواحدة أو الدين أو المذهب الواحد، أي أنها غالبا من نوع المشاكل في العلاقات الاجتماعية كما يحصل في أي مجتمع على اختلاف معايير تقدمه أو تراجعه. انفراط ذلك العقد الاجتماعي العظيم بين العراقيين حدث بغربلة سلطة الدولة وباهتزازات متعاقبة انتهت بالإبقاء على ما تخلف من مشاريع الاحتلال الأمريكي، ونعني بهم دعاة المشروع الطائفي للنظام الإيراني أو دولة الولي الفقيه. بعدما ورد من بوح متكرر لغايات مشروع نظام ولاية الفقيه في العراق وسوريا والمنطقة، لم يتبقى لنا إلا البوح بموجز استغلال العقيدة في خدمة الأهداف القومية للمشروع الإيراني لبسط نفوذه من خلال تطبيق نداءات لبيك يا حسين ويا لثارات الحسين على أرض الواقع كخريطة مهمات سياسية تتطابق وتنسجم تماماً مع شعارات الطريق إلى القدس الذي يمر من بغداد والزبداني وغيرها من المدن العربية. في نفوسنا جميعا ذلك الريب المتعلق بالتضحية بدماء العراقيين من المتطوعين في الميليشيات الطائفية بحجة فتح ممر الإيرانيين إلى البحر المتوسط، لمعرفتنا بأن العراق بمطاراته وأرضه وحدوده ونظامه السياسي خاضع تماما لإيران، فما علاقة الموصل وتل عفر وسنجار قبلها صلاح الدين وسمراء والمدن السورية المتعددة وصولا إلى حلب وحما وحمص ولبنان ثم دمشق وغوطتها بذلك الممر إلى البحر المتوسط، يتساءل الكاتب.
حقائب العراقيات فارغة خوفا من النشل. بهذا العنوان نشرت صحيفة العربي الجديد تقريرا عن حوادث سرقات النساء في المدن، فهناك قصص كثيرة حول نشل حقائب النساء. فثمة أشخاص ممن هم من نوعية من يخططون لسرقاتهم، فيراقبون محال الصيرفة وصاغة الذهب ويتحيلون الفرص لسرقة حقائب النساء اللواتي يخرجن من تلك المحال. كذلك يراقب بعضهم المصارف، فيدخل أحد أفراد العصابة المصرف ويراقب النساء لمعرفة من التي وضعت نقودا في حقيبتها. وشرطة بغداد تتلقى باستمرار بلاغات من مواطنات يشتكين من نشل حقائبهن أو سرقة هواتفهن النقالة من قبل سارقين يمتازون بخفة الحركة. ويقول النقيب علي العبيدي للعربي الجديد إن الشرطة مستمرة في متابعة هذه الحالات، وباستمرار تلقي القبض على أشخاص متخصصين في هذا النوع من السرقات. ويشير إلى أن الذين يمارسون عمليات النشل تلك كثر، ومن بينهم أشخاص لم يتجاوزوا 18 من عمرهم. ويوضح العبيدي أن المتخصصين بنشل الحقائب يعملون في الغالب في إطار عصابات صغيرة مؤلفة من فردين أو ثلاثة أفراد، ويعتمدون في تنقلهم على الدراجات النارية ليتمكنوا من الهرب سريعاً. ويضيف التقرير أن الحقيبة التي تعد ضرورية بالنسبة للنساء يتمسك بها البعض كقطعة مكملة للأناقة، لكن بعض أولياء الأمور فرضوا على بناتهم شروطا قاسية، إذ منعوهن من حمل الحقائب النسائية عند ذهابهن إلى جامعاتهن ومراكز عملهن بسبب السرقات. لا شك أن المراقب والمتابعة لحال أمن الدول العربية عموما وحال الأمن العربي الإقليمي خصوصا لا يملك إلا وقوع فريسة لدوائر عميقة من الأسى الشديد والإحباطات الحادة. والتساؤلات الواجبة التي لا ينبغي إطلاقا المرور عليها مرور الكرام، فأمن عدد كبير من الدول العربية تتقاذفه إما حروب أهلية أو تهزه هجمات إرهابية لا تستطيع أجهزة تلك الدول الأمنية تحديد مصادرها، أو مخاطر أطماع ومغامرات دول إقليمية تعطي نفسها الحق في تصدير إيديولوجياتها إلى الدول المجاورة تحت مزاعم غير مقنعة. هكذا جاء في مقال عن الأمن القومي العربي للكاتب نبيل نجم الدين في صحيفة الحياة اللندنية. في الحقيقة إن مفهوم الأمن القومي العربي بلغ به الوهن والضعف والاهتراء كل مبلغ. الخطير في هذا المشهد هو أنه في الوقت الذي يتساقط من مفهوم الأمن القومي العربي كل يوم جدار وراء جدار، وكذلك تتساقط أرواح العشرات والمئات من المدنيين تحت وطأة القذائف الطائشة والغارات الجوية المجرمة والسيارات المفخخة التي تنفجر ذات الشرق وذات الغرب، فإن كل هذا الخراب وكل تلك الدماء لا يحرك مفكري وقادة الرأي في هذه الأمة ولا وسائل إعلامها التي ينفق عليها بلايين الدولارات كل عام للبحث عن الوسائل والرؤى الواجب طرحها لتدارك الانهيار المتسارع. بادئ ذي بدء، لا يمكن لأي دولة ضمان تحقيق أمنها القومي من دون توفير سبل الحياة الكريمة لمواطنيها وإشراكهم في الحياة السياسية في إطار قوي حاسم من سيادة القانون التي لا تفرق بين الغني والفقير ولا بين الطوائف والأجناس التي تعيش في ظل هذه الدولة، وهو المعنى الذي تم اختصاره في مفهوم دولة المواطنة التي تتعامل مع كل من يعيش فيها من خلال معيار الحقوق ومعيار الواجبات. يضيف الكاتب أن على المفكرين ومراكز البحث والحكومة العربية سرعة أخذ مقترح تأسيس كيان أمن إقليمي عربي ذي صلاحية كاملة على محمل الجد ليتعامل مع الملفات الأمنية والإقليمية ببدائل تتسم بالواقعية والحسم. فالواقع الأمني العربي المهترئ لا ينبئ بالخير إطلاقا في المستقبل القريب.
بعيدا عن السياسة، بالاعتماد على تكنولوجيا إطلاق الصواريخ، تمكن علماء صينيون من تطوير قلب صناعي قادر على ضخ الدم لفترة أطول والتقليل من الأضرار التي قد تلحق بالشرايين. وأوضحت صحيفة جلوبال تايمز الصينية أن القلب الصناعي تم إنجازه بالتعاون بين أكاديمية تكنولوجيا إطلاق الصواريخ التابعة لشركة العلوم الفضائية والتكنولوجية ومستشفى تيجين تيلال المختص بمعالجة أمراض القلب والأوعية الدموية، حيث أطلق العلماء على القلب الصناعي الجديد اسم القلب الفضائي. يذكر أن القلب الصناعي يستخدم عادة في حالات انتظار المريض نقل القلب أو في حال عدم إمكانية إجراء عملية نقل للقلب الطبيعي، وعموما تبلغ قيمة القلب الصناعي الواحد نحو 150,000 دولار، غير أنه من المنتظر أن تكون قيمة القلب الصناعي الصيني أرخص بكثير من نظيراتها الأخرى. متابعة ممتعة مع الكاريكاتير. إلى اللقاء.